طبعا بالنسبة لل 1 over 1 plus s over 15 راح تكون البود دايجرام لها 0 إلى أن توصل الأوميجا يساوينا 50 بما أنه هي 1 over 1 plus s over 50 فراح تصير بسلوب اللي هو مقداره minus 20 ديسيبل لكل ديكيت. فالبوت دايجرام ماجنيتيود النهائي راح يكون نجمع البوت دايجرام لل 1 over 1 plus s over 15 زائدا البوت دايجرام لل k اللي هو ماينس المقدارة ماينس 40. فصفر ناقص 40 البود النهائي ناقص 40 إلى يعني إلى الأوميجا يساوينا 50 وراح ينزل هنا بسلوب مقدارة ماينس 20 ديسيبل لكل ديكيت. فهذا هو البود دايجرام النهائي للترانسفير فانكشن 1 over 2s plus 100.